السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أحسن الله إليك، ممتاز، حياك الله خلودية. نريد من باب التنويه هذه اللفظة، وهي لفظة تعالى في إلقاء السلام وفي رده ليست من السنة، إنما السلام أحسن الله إليكم جميعا هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فننتبه إلى لفظة تعالى، هي منتشرة في بعض الناس يقولها، حتى رأيتها في بعض من يتقفرون العلم يقولها إلقاء وردا، وهي ليست من السنة. فعلينا أن نتبع السنة في إلقاء السلام، فإن السلام تعبد. قال عليه الصلاة والسلام لما خلق الله آدم، قال اذهب إلى ذلك النفر من الملائكة فقل لهم السلام عليكم، فقال لهم السلام عليكم، فقالوا وعليك السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا، دخل رجل فقال السلام عليكم، قال عشرة دخل، قال السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون دخل، ثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. تفضل، جزاك الله خير. نعم.